حاجه زي دي عامله 50 ودي برده 50 وده برده 50 فبرده ده ب 50 جنيه برده. فساتين بقى بلوزات حلوه قوي 50 جنيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فيديو جديد النهارده، هنكون في الوكاله عند استاذ هشام. فيديو النهارده هيكون متخصص في الاطفال من اول سن مواليد لحد السن المحير. ولادي وبناتي معانا فساتين، معانا تيشرتات، معانا بناطيل، كل حاجه هنشوفها معاكم ان شاء الله بالاسعار. بدا الاسعار معانا من 50 جنيه. احنا موجودين في الوكاله قدام مسجد الشبراوي، هسيب لكم العنوان في اول تعليق مثبت، وهسيب لكم رقم للتواصل طول عرض الفيديو على الشاشه. بس قبل ما ابدا الفيديو انزلوا حالا حالا اضغطوا على اللايك الجميل عشان الفيديو يوصل معانا لاكبر عدد من الناس، وخير الناس انفعهم للناس. ونبدا الجوله على بركه الله. ازيك يا استاذ هشام؟ احنا موجودين فين دلوقتي؟ دخلت البلح شارع كوليه الجديد، تمام، رقم 22 امام مسجد الشبراوي. امام مسجد الشبراوي، بص المسجد ورانا اهو، هو في الوش على طول. هنا المكان، هنا حريمي واطفالي. حريمي واطفالي، تمام. براند استوكات ولا باله؟ لا باله. باله، تمام. هنفضل نشوف معانا كده الموديلات الموجوده، هتعرض لنا واحد واحد نشوفه كده. ده بناتي عامل كام طيب؟ هنا الاطفال عندي من 50 جنيه. لا احنا عايزين نعرف السعر، القطعه اللي انت هتعرضها لنا. انا بقول لك بتبتدي القطعه عندي من 50 يعني جنيه. حاجه زي دي عامله 50 ودي برده 50 الحاجات زي كده. تاني اعلى، تمام. بص كده على مستوى الشغل برده. ده عامل كام اللي في ايدك طيب؟ هو مش كل القطع بقى زي بعضيها، يعني هو في العموم من 50 لكام؟ من 50 ل 75. من 50 ل 75، تمام. ورينا بعض القطع كده، بصوا الحاجات دي 50 ل 75. بصوا كل ده، طلع لنا كذا قطعه نشوفها كده. بصوا كل الحاجات دي من 50 ل 75، اي حاجه اطفال من هنا. ايوه من 50 ل 75. بصوا تمام، ده من 50 ل 75، ده ينفع افراح قوي. انا شايف حاجات كتير حلوه قوي يعني. بصوا حاجات زي كده برده، طنطلة دي برده من 50 ل 75. كل ده لا مش كل الموديلات طبعا، برضك ايه ان لو اختلاف الاسعار. بصوا تمام، كل ده من 50 ل 75، تمام. كلها فساتين اطفال لعمر حوالي 3 4 سنين ولا اكتر؟ لا في اكبر، في اكبر. بصوا بصوا الاستندات ما شاء الله، اللهم بارك، مليانه. كل ده من 50 ل 75. براندات برده يا استاذ هشام، كل ده براندات. بصوا تمام، كلها ماركات. في حاجات جنس برده شايفاها، يعني بصوا ده جنس برده. كل ده من 50 ل 75، في حاجات جنس كتير. وده قميص يلبس زي 10 12 سنه، ده لا يلبس 8 سنين. لا عندي حاجات ثانيه مقاسات كبيره لو عايز. في حاجات مقاسات اكبر، مقاسات كده اهوت، ممكن زي كده. دي برده اسعارها برده من 50 ل من 50 ل 75 يا جماعه. محيره، تمام. دي مقاس محير، حلو قوي. كل ده من 50 ل 75. بصوا حاجات زي كده برده، تمام، حلو قوي. بصوا انا عايز اقول لكم كميه فساتين رهيبه هنا، بس عشان وقت الفيديو بس. بصوا ده تحفه قوي، معلش مسكناه ده. بصوا ده تحفه برضو، ده يمشي فستان ويمشي تونيك كمان وتحته ليجن، حلو قوي برضو من 50 ل 75. عايز اقول لكم موديلات كتير قوي يعني. بصوا برده كده، بصوا حاجات كتير جدا. لا انت طالع لنا كده مش باين في الاستاند، معلش. بصوا ده من 50 ل 75 برضو، كلها اسعارها بيتراوح من 50. ده ينفع افراح قوي، سهره. بصوا فيه لمعه كده حلو قوي، ده برضو من 50 ل 75 جدا يعني. ده تحفه برضو. كل ده حاجات يا جماعه مستورده، انا عايزه اوريهم التيكت بس. بصوا كلها براندات، خامه حلوه قوي قوي بجد، حلوه جدا، تمام. كل ده من 50 ل 75 يا حبايبي، سعر موحد. كل الاستاند اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، ايه الجمال ده؟ كارديجان ده جميل قوي، ده برده من 50 ل 75، شكله تحفه. وفي جوبير حلو قوي، يعني طبقه جوبير حلوه جدا، تمام. بس عايز اقول لكم، بصوا كل ما برجع كده بشوف حاجات رهيبه. كل ده من 50 ل 75. بصوا حاجات قصيره وحاجات طويله. بصوا الفستان ده حلو قوي قوي بجد. بصوا هوريه لكم برده، هحاول اوريه لكم. بصوا ده من 50 ل 75 برده، شكله تحفه، حلو جدا. استاذ هشام راح ورا عشان يجيب لنا حاجات حلوه وجاي. بصوا دخل جوه يجيب لنا شويه حاجات تحفه كده عشان المكان. لا ده من 50 ل 75 برضو، حلو قوي ده. ايه الجمال ده؟ دي حاجات دانتيلا كده وشيفونات وحاجات تل، حاجات شكلها شيك جدا. كل ده سعره من 50 ل 75 برضو، حلو جدا، تمام. بصوا من 50 ل 75 برضو، شكله حلو قوي. وده ادوار تحفه، بصوا من 50 ل 75 برضو الادوار ده. انا بحاول، بصوا تمام، في حاجات زي كده. سلوبيتا تحفه، حلو قوي برده، من 50 ل 75، تمام. في حاجات زي كده، دي مقاسات كبيره شويه.
برضو من 50 ل 75. ده حلو قوي برضو، الجنس ده تحفة، وده أحلى وأحلى. كل ده من 50 ل 75 تمام. موديلات كتير جدا جدا في الأطفالي، كل ده احنا كنا في البنات. بس يا جماعة بصوا الشكل ده أفراحي برضو، ده حلو قوي برضو. ده بصوا ده من 50 ل 75 برضو، تحفة تحفة. في أولادي برضو هنشوفه معانا، أطفال برضو صح؟ اه حلو قوي. انا ما بشتغلش في الاطفال، بص انا بحاول اوريكم اللي بيجي قدام عيني. بصوا اطفالي وحريمي بس. اه تمام. بصوا كل ده من 50 ل 75. بصوا حاجات كتير جدا يعني، وفي بلوزات كمان يعني، شايفه بلوزات وشايفه فساتين. بصوا كده ده تحفه برده من 50 ل 75. تمام هنشوف معانا بقى الاولادي برده. قبل ما الاولادي هنبص عليهم برده. اه هنبص على الاولادي برده معانا. بصوا كده الاولاد. اللمس السريع بس كده. اه تمام. طلع لنا كم قطعه نشوفها كده معانا. الاولادي سعره كام برضو؟ الاولادي هنا 65 جنيه. اي حاجه 65 من الاولادي. بصوا اي تيشرت اولادي زي ده 65 جنيه، بس الحاجات دي مستورده. كل المكان هنا مستورد يا جماعه. اي حاجه من دول 65 جنيه. حلو قوي. قمصان تيشرتات موجوده، وشايفه حاجات جينز كمان. بصوا ده 65. بصوا الجينز ب 65. بص حلو قوي 65 اي حاجه من دول. اه الاطفالي بقى ده ينفع بدل وينفع كاجوال 65 برضو. حلو قوي. وده برضو 65 جنيه. حاجات ببيت تحفه. حلو قوي. كل ده شغل براندات برضو. حلو جدا. بص كل ما بنقلب بنلاقي. بصوا حاجه زي كده ده 65 برضو. خلي وشه ليا بس 65 تمام. بص اهو عشان يبان معانا. كل ده 65. بصوا التحفه ده، ده 65 برضو. اللي قدامه ده ظلمه بس مش باين معانا. بصوا ده 65 جنيه. حلو جدا ده، شكله تحفه ده. ده برضو 65. ده براند. انا عايز اقول لكم كله براندات يا جماعه، كله براندات. 65 بصوا ده برضو 65 تمام. بصوا برضو 65. اه اي تيشيرت 65 برضو. سبايدر مان 65 تمام. والنايك 65. ده النايك الاصلي صح؟ النايك اوريجينال. اوريجينال اه. ده الاوريجينال بتاعه 65 برضو حبايبي. اي تيشيرت هنا اولادي 65. الاولادي عندك لحد السن المحير؟ لا سن 12 سنة 13 سنة. اه لحد المحير اه 65 برضو. قمصان وتيشيرتات 65 لحد المحير. تمام. والاسود ده برضه حلو قوي 65 جنيه. حلو جدا. عايز اقول لكم احنا بننقي لكم بعض القطع كده، يعني ممكن يبقى في حاجات احسن من اللي احنا بنعرضها. انا مجرد ان انا 65 احنا احنا بنقلب كده وبنطلع اي الوان. لكن تلاقي انا ما بنقيش. بص عادي كل حاجه طلعوا لي اي حاجه 65 من اللي انتوا شايفينها دي. بصوا 65 تمام. بصوا موديلات واشكال كتير جدا. ده الفيلا الاصلي صح؟ ايوه الفيلا الاصلي ب 65 جنيه. تمام حلو قوي. بصوا موديلات كتير ما شاء الله، اللهم بارك كتير جدا في المكان هنا. عايز اقول لكم ولادي وبناتي تيشرتات وقمصان وفساتين. في برضو بناطيل بناتي ولا ايه؟ ده 65 برضو. في بناطيل جنس بناتي؟ بناطيل اطفال موجودة. اطفال تمام 65. اسعار ايه البناطيل الاطفال؟ ورينا ده كده. بصوا الشياكه دي 65 جنيه. الخامات هنا بصوا تحفه يعني، انا ما مسكتش حاجه خامتها وحشه، كلها خامات حلوه جدا. تمام كل ده 65. يا جل يا قطن صافي. تمام. والبناطيل اسعار عامله كام؟ البناطيل عندي والشراط يعني 60 جنيه اللي هم دول. بصوا البناطيل والشراط دول اي بنطلون واي شورت؟ اي شورت. اه 60 جنيه. بصوا مكتوب عليها سعرها 60 جنيه. اي حاجه من دي 60 جنيه. كل جبردين وجينز وقماش عادي او مايوهات كله 60 جنيه. بصوا اي حاجه من الاطفال دي 60 جنيه. كل ده 60. وبصوا البناطيل برضو، البناطيل لحد السن المحير؟ لحد السن المحير. ب 60 جنيه برضو مستوردة. كله مستورد يا جماعة. كله بالة يا جماعة يا ستوكات، يا بالة يا ستوكات. 60 جنيه، أي حاجة من اللي أنتوا شايفينها دول 60. تمام، حلو قوي 60. برضك هنا الأطفال اللي قاعدة تبص عليها؟ في أطفال ده 50 بقى. ده 50. في حاجات 50 جنيه. ده سعر موحد. ده سعر موحد 50 جنيه، ده وده. ده في فساتين كمان. اطفال يعني ده ب 50 جنيه. بصوا الفستان ده ب 50 جنيه. كله 50. وده برده 50. اي حاجه من اللي انتوا هتشوفوها دول 50 جنيه. سعر موحد. ده سعر موحد. بصوا الموحد كاتب عليه مفيش فصال 50 جنيه. تمام. في هنا برده خمسينات. احنا عايزين نشوف بس كام موديل 50 كده عشان ايه ما نظلموش. بصوا الفستان ده تحفه. ده ب 50 جنيه شكله حلو قوي قوي. وده برده 50 تحفه ده. كل ده 50 جنيه يا حبايبي.
موديلات كتير قوي 50. ولادي وبناتي ها؟ ولادي اه ولادي وبناتي 50 جنيه وده برضو حلو قوي 50 جنيه ده. ده الجواز جنس الطري في القماش من تحت 50 جنيه تحفة. وجيب لوزة برضو حلو قوي. تمام كل ده 50 يا حبيب قلبي. أولادي وبناتي. أولادي وبناتي كل ده ب 50 جنيه. فساتين بقى بلوزات حلوة قوي 50 جنيه. تمام. في هنا قمصان. أولادي قمصان أولادي تيشيرتات وقمصان صح؟ 50 جنيه برضه. كل اللي أنتوا بتشوفوه ده ب 50. تمام. كل ده 50. تمام. حلو قوي. 50 برضه. تيشيرتات وقمصان 50 جنيه هنا. تمام. وده برضو 50. وده 50 برضو. الفستان ده 50 برضو. 50. بصوا بيبيهات 50 جنيه اي فستان من دول. بصوا الفساتين دي تحفه 50 جنيه. تمام كل ده 50. تمام تيشيرتات كلها 50 جنيه. تيشيرتات وقمصان. اه قمصان وتيشيرتات وشورت. فساتين كله. وفساتين سلوبيتا. كل ده 50 والفستان ده تحفه قوي. يعني عايز اقول لكم ده لو بتجيبوه من مكان بره يبقى غالي قوي. ده ب 50 برضو. بصوا الابيض ده برضو حلو قوي. ده 50 شكله تحفه. بيبيهات 50 جنيه حلو جدا. عايز اقول لهم ان ده ب 50 برضو. كله 50 ده واحد. ده امسكوا لنا كده. بصوا ده ينفع افراح كمان. ده 50 جنيه برضو. ده يلبس زي 6 شهور سنه. سنه اه سنه ما يزيدش عن كده ب 50 جنيه. كل ده ب 50 يا حبايب قلبي. بصوا ده تحفه برضو. ده ب 50 جنيه برضو. بس هنا قطع يعني مش هيلاقوا حاجه شكل الثانيه. 50 وده برده ب 50. 50 كل سنه واحد. بصوا القماشه دي تحفه. عايز اقول لكم دي ده ب 50 جنيه. ده ب 50 حلو جدا. وده برده 50. حاجات رهيبه بجد. الخامه دي حلوه جدا للاطفال تحفه قوي. كل ده يا حبايب قلبي احنا ب 50 جنيه. ده برده 50. ده جل اتش اند ام. بصوا اتش ام براند يا جماعه. ده ب 50 جنيه. الخامات حلوه قوي. تمام. بصوا موديلات كتير جدا. احنا خلصنا كده فيديو الاطفال. انا حاولت على قد ما اقدر اجيب لكم بعض الحاجات الموجوده. بصوا ما شاء الله كل ما بنقلب بنلاقي موديلات اكتر واكتر موجوده هنا في المكان. العنوان بالتفصيل هسيب لكم في اول تعليق مثبت ان شاء الله. وهسيب لكم رقم للتواصل برده طول عرض الفيديو على الشاشه. كل اللي بتشوفوه ده حبايب قلبي 50 جنيه. انا بصوا الفساتين بيبيهات دي تحفه. يعني بصوا دي بصوا ده كل الحاجات دي ده 50 جنيه شكله تحفه حلو قوي. وفي سلوبيتا جنس ب 50 جنيه. عايز اقول لكم حاجات حلوه جدا. فساتين الجل دي بتبقى طريه قوي حلوه قوي للاطفال حلوه جدا. ده 50 برضو. تمام حلو قوي. تمام العنوان بالتفصيل تعبتك معايا يا استاذ هشام. الاول بدانا هنا من 50 جنيه للاطفال. تمام ولادي وبناتي تيشرتات وفساتين وبلوزات لحد السن المحير وشراط وبناطيل جنس كل حاجه شفناها معانا في الفيديو. هسيب لكم العنوان بالتفصيل في اول تعليق مثبت. وهسيب لكم كمان رقم للتواصل طول عرض الفيديو على الشاشه. واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله.